هو عيد قد أقبل فينا كي يمحو كل مآسينا كي يرفع عن بلد الغمة ويعيد الأمل ليحيينا هو عيد قد أقبل فينا كي يمحو كل مآسينا كي يرفع عن بلد الغمة ويعيد الأمل ليحيينا عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا بنور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سيروينا يزرع حبا ويداوينا يأتي كي يمسح دمعتنا كل خلافات ينسينا من نبع الصفح بارك الله فيكم كل عام وخير جزاهم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها جمعية الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية INH وشعب أندونيسيا، نقوم اليوم بتجهيز 1000 وجبة من وجبات الكعك لتوزيعها على الأسر النازحة والمتضررة لإدخال البهجة والسرور لهذه الأسر النازحة، وخاصة الأطفال الذين لا يعرفون ماذا يجري من حولهم في ظل الدمار والقصف والتشريد والتهويل. ففي الختام نسأل الله عز وجل أن يبارك للمتبرعين وأن يجزي إخواننا وأهلنا في شعب أندونيسيا خير الجزاء عما يبذلونه من إدخال البهجة والسرور للأهالي، فبارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. كل عام وهم بألف خير، جزاهم الله كل خير على اللي فرحونا فيه إن شاء الله. السلام عليكم، كل عام بخير. نشكر إخواننا في إندونيسيا إن شاء الله مشكورين، إن شاء الله مثل حسناتهم وربنا يكرمنا ونكرمهم. دنيا سرور بخير، شريتوا كعك العيد؟ هيا لنفرح من جديد.